اهلا وسهلا. عودا حبيبي. صباح الخير ساره وصباح الخير سامر. الله يسلمك. الله يسلمك ساره. رجعنا مره ثانيه لنشاط الصباح مع برنامج اليوم. اكيد احنا اليوم نتواجد في كورنيش جده. سامر ثامر معك. عفوا ثامر وسارة. احنا اليوم نتواجد في كورنيش جدة. الاجواء اليوم جميلة. احنا نتحدث عن درجة 27 درجة مئوية واجواء غائمة. مثل ما نشوف احنا الان نتواجد في ممشى الواجهة البحرية. جميع الاجراءات الاحترازية اليوم مطبقة هنا. الجميع بيمارس اليوم صباحا رياضة المشي او حتى الركوب على الدراجات مع تطبيق اكيد التباعد والالتزام بارتداء الكمامة. اليوم ممشى الواجهة البحرية نقدر نقول عنه ممشى الممشى الالوان زي ما سموه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر اللي التقطوا العديد من الصور الجميلة لهذا الممر والممشى الجميل اللي اكيد راح يتم استكماله على 8 مراحل بالتعاون مع أمانة جدة وأيضا جمعية عيون جدة. اليوم راح يكون معنا ضيفنا متحدث أمانة جدة الأستاذ محمد البقمي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، تفضل معنا. يعني أنا صراحة في البداية حابة أنه أنا أغتنم فرصة وجودك معنا. إحنا شايفين هذا التنظيم الهائل في كورنيش جدة. نبغى نتحدث بشكل سريع في البداية عن جهودكم أو عن جهود البلديات. أمانة محافظة جدة تكثف جهودها الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة تابعة لأمانة جدة بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية وضمان حماية السكان من مخاطر تفشي فيروس كورونا. مثل ما لاحظتوا احنا الآن في الواجهة البحرية وجميع هذه الإجراءات الاحترازية مطبقة. يمنع جلوس الأفراد في الواجهة البحرية، يسمح لهم فقط بممارسة رياضة المشي ورياضة الدراجات. طيب احنا اليوم يعني مثل ما احنا شايفين متواجدين في الممشى، والممشى مختلف تماما عما تعودنا عليه. جدة دائما معروفة بأنه هي مدينة الفن، وهذا شيء مو جديد على مدينة جدة. يمكن في السابق غطينا شارع صاري والألوان اللي موجودة هناك. هل هذه هي خطة من أمانة جدة لتحسين المظهر العام في مدينة جدة بنشر الألوان وثقافة الفن في جدة؟ أكيد، هذه مبادرة كورنيش الألوان نفذتها جمعية عيون جدة بالتعاون مع أمانة جدة ومجموعة من المتطوعين. المبادرة تهدف إلى المزج بين الفن والعمارة في مدينة جدة. مثل ما نعرف احنا في اهم المعالم في مدينة جدة ممشى الواجهة البحرية، تم تنفيذ المبادرة في الممشى، وسبق وان تم تنفيذ واجهات على الجداريات، وان شاء الله العمل مستمر في كذا موقع لتجميل وتحسين المشهد البصري في المدينة. احنا الان في بداية ممشى الالوان، الى فين راح يكون امتداد هذا الممشى؟ الممشى المفروض أنه يستمر إلى 4500 متر، هذه المرحلة الأولى، وإن شاء الله في مراحل ثانية حتى يتم الانتهاء من كامل الممشى. يعني شكرا لكم، فعلا جهود تشكروا عليها، بنشاهدها على أرض الواقع أو حتى بنشاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي. يعطيك العافية. شكرا لك أستاذ محمد البقمي على تواجدك معنا. يعني فعلا سارة وثامر منظر يشرح الصدر لجميع زوار مدينة جدة وتحديدا الكورنيش الجديد وممشى الواجهة البحرية اللي أصبح اليوم وجهة جديدة باسم ممشى الألوان بدل ما هو كان ممشى كورنيش مدينة جدة. يعطيك العافية غدير، واستمتعوا بهذه الأجواء وهذه الألوان الخلابة. شكرا لك.